مساء الخير، مرحب بحضراتكم معانا. يوم جديد من الحياة اليوم، متابعة لأهم وآخر الأخبار. والحقيقة يمكن زي ما حضراتكم تابعتوا كده في عناويننا اللي اخترناها، إن أخبارنا النهاردة الحمد لله في معظمها أخبار إيجابية تدينا كده يعني دفع من الطاقة والأمل، سواء فيما يتعلق بنتائج زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا أو الملف الاقتصادي وشغل الحكومة. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا لبنى. مساء الخير على حضراتكم، وحلقة جديدة من الحال اليوم. زي ما حضراتكم سمعتوا عناوين هذه الأخبار، أهمها على الإطلاق واللي هنبدأ فيه مباشرة زيارة السيد الرئيس الهامة جدا إلى موسكو النهارده، واستكمالا طبعا لفعاليات الزياره واللي احنا بنتابعها مع حضراتكم بقالنا يومين. حصلت النهارده قمه مصريه روسيه جمعت ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين، ده كان في مدينة سوتشي، وكانت فعاليات القمة بدأت بجلسة مباحثات منفردة ما بين الرئيسين، وبعدها كان في جلسة موسعة بحضور وفدين البلدين. المهم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين زي ما كان بيتكلم خالد، وده عنوان مهم جدا، أنه تم التوقيع على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي ما بين البلدين. عنوان مهم في تحديد تفاصيل كتيرة لها علاقة بالتنسيق السياسي، العلاقات أو التعاون الاقتصادي، وكمان التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين. رئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر للقيادة الروسية على كرم الضيافة والود والترحاب الشديد اللي تقابل بيه خلال زيارته لروسيا، وأكد على أن المباحثات اللي أجراها مع الرئيس الروسي على مدار يومين كانت جيدة جدا. تم مناقشة ملفات مهمة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم امبارح، عودة السياحة الروسية مرة تانية من خلال خطوط الطيران المباشر لشرم الشيخ والغردقة. كمان فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، كان في حديث عن كل ما ليه علاقة بالمشروعات المشتركة العملاقة اللي بتحصل ما بين البلدين. بنتكلم عن إنشاء محطة الضبعة النووية، بنتكلم كمان على المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس. والرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر بتقدم بالشكر لروسيا لأنه في علاقات ممتدة أكتر من 75 سنة ما بين البلدين، ووجه الشكر كمان للرئيس بوتين على مواقفه الدعم لمصر.